صعيد. على صعيد اخر طبعا بنقولها وهنفضل نقولها دايما، مصر ام الدنيا، وده مش كلام مرسل كده في الهواء. طبعا مصر كان عندها قدره خلال الفتره اللي فاتت ان هي تواصل خطف الاضواء في مختلف البطولات الرياضيه على مستوى العالم. طبعا يعني احنا بننظم بطولات عالميه في الوقت اللي كتير جدا من الدول متخوفه من انتشار فيروس كورونا، لكن الحقيقه الفراعنه كما هي عادتهم دائما بيثبتوا دائما انهم قد التحدي. مصر بتستضيف بطولات رياضية عالمية والحمد لله الشغل دايما بيطلع على أكمل وجه، ويعني بنقدر مع كل بطولة بنستضيفها إن احنا نبهر العالم في التنظيم وفي كيفية إدارة البطولة في ظل هذا الوباء. وطبعا دي أجواء غير مسبوقة في ظل يعني من قديم الأزل كل الدول بتنظم بطولات، ولكن في أجواء كورونا الوضع مختلف كل الاختلاف. مصر سبق ونظمت بطولة العالم لكرة اليد ولم تتوقف عندها، لكن كمان استضافت بطولات العالم للرماية والسلاح، وحاليا بتنظم البطولة العربية للرماية وكأس العالم للجمباز الفني رجال وأنسات اللي ابتدت في يوم 3 يونيو واللي إن شاء الله هتستمر لغاية بكرة 7 يونيو. أكيد هيكون لنا بالمناسبة كلام كتير وفقرة خاصة جدا عن كأس العالم للجمباز الفني النهاردة في الجزء الأخير من حلقتنا. بمناسبة الكلام عن الجمباز المصري، طبعا الجمباز المصري بيحقق إنجازات كبيرة جدا وميداليات ذهبية في كأس العالم للجمباز الفني. بنهني أسرة الجمباز المصرية بهذا الإنجاز التاريخي غير المسبوق بحصول كل من نانسي طمان على الميدالية الذهبية في طاولة القفز، وعلي زهران لحصوله على ذهبية أخرى ضمن فعاليات كأس العالم للجمباز. الحقيقة أداء رائع جدا ظهرت عليه نانسي طمان، والحقيقة برضو باقي أعضاء المنتخب الوطني للجمباز المشارك في كأس العالم، ودي تعد هي المرة الأولى في تاريخ مصر للحصول على ميدالية ذهبية في كأس العالم. الحمد لله رب العالمين. الإنجازات دي أكيد بتضاف كلها إلى سجل الرياضة المصرية اللي أصبحنا بنرى معه كل يوم إنجازات جديدة غير مسبوقة في مختلف الألعاب، وطبعا الأمر اللي نقل المنظومة الرياضية المصرية إلى مصاف العالمية بالمعنى الحرفي للكلمة.